الحقيقه كافي روج جو يعني الحقيقه يعني حاجه تعمل كيف. مهرجان فيديل للهوية نتاعو التونسية، هاك تشوف تبارك الله إقبال جماهيري كبير، تونس مغرومة بالسينما، مغرومة بالفن، مغرومة بالثقافة. فإن شاء الله الأسبوع هذا بعد النكسات اللي قاعدة تعيش فيها تونس الأشهر اللي فاتت، على القليلة الجمعة هذه ترجع برشا روح وإنسى. إن شاء الله هذه الاحتفالية الكبيرة بمناسبة الافتتاح يعني تتواصل مع نتائج يعني حسنة جدا يعني في مستوى قيمة العروض وقيمة الأفلام المعروضة وقيمة كذلك العلاقات والتعاون إن شاء الله يثمر بين الأطراف التونسية من مبدعين توانسة سينمائيين تونسيين منتجين توانسة كذا مع المنتجين والسينمائيين الأفارقة العرب والعالميين. عملناه وتعدى به برشا بالنسبة لي أنا، سنين إن شاء الله يتعدى به برشا برشا. نستنى في رد فعل الجمهور أهم من المسابقة، رغم العراقة بتاع المسابقة وأهميتها في أنه واحد يتواجد مع أفلام على مستوى عالي من أهم الأفلام على مستوى العربي والإفريقي، لكن لنا احنا كتوانسة وكفيلم توسي يهمنا برشا رد فعل الجمهور بل كذا. سعداء جدا بكونا في المسابقة الرسمية نمثل تونس مع جوز أفلام أخرين، فهذا يكفينا معناها حاجة هيلة على الآخر، والفيلم يخرج في القاعات مباشرة من بعد نهاية الأيام السينمائية 12 نوفمبر، فنستدعى الجمهور الكل إنه يمشي يتفرج على الفيلم. نحافظوا على المهرجان هذا على خاطره يعني السينما في تونس الناس تحبها، مهم جدا انه المهرجان اللي هو من اعرق ومن الاوائل يعني من اول المهرجانات العربيه والافريقيه يكون على مستوى، ما يكونش فما اي مهرجان اخر يفوتوا ولا يولي اهم منه يعني. فرصة حلوة إن شاء الله نشوفوا أفلام قيمة، هذا لو بلوز امبورطون، إن شاء الله نشوفوا أفلام جيدة تونسية بالأساس وعربية وإفريقية، هذه أهم حاجة.